شباب متطوعون ضد كوفيد 19 التقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشروعهم هو مساعدة الجيوش البيضاء من أطباء وممرضين وكذا رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من توفير 2000 كمامة و500 لباس طبي متنوع وأكثر من 500 قناع. لاحظنا أن المتضررين الأولين واللي هم الطاقم الطبي، ثم بالمرتبة الثانية رجال الحماية المدنية، ثم القطاع الخاص. فقمنا بحساب ما يمكن الحاجة اللي نقدر نوفره لهم. لقينا أنه لازم نخدم لهم الكمامات ونخدم لهم الكومبليزون اللي خاصين بالطاقم الطبي، والكومبليزون اللي خاص بالحماية المدنية. كل هذه الألبسة تكفلت بخياطتها ربات البيوت في منازلهم، فالكل مجند لمحاربة كورونا. أريد أن أشكر بهذه المناسبة كل الورشات المنزلية التي ساهمت معنا في إنجاح هذه المبادرة، التي كانت من منازل وبيوت متواضعة جدا لكنها ساهمت بشيء كبير في هذا العمل. أيضا أريد أن أشكر العائلات التي تبرعت. حابين نجتهدوا ونكونوا معناها يد عون للجماعة عن الصف الأول لمحاربة الفيروس، وإن شاء الله نكونوا معناها عن قد المسؤولية تاعنا. هذه العملية تمت بنجاح ووزعت كلها على مستحقها، والشباب عازم على إعادة الكرة وزيادة التحدي ضد كوفيد 19.